أكدت وزيرة الثقافة والفنون ملكة بن دودة خلال زيارتها للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على مواصلة منح المساعدات للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم بسبب وباء كورونا والتي استفاد منها أزيد من 3000 فنان. وبخصوص عودة المهرجانات مع عودة حركة النقل الجوي الداخلي، أكدت الوزيرة أنه يجري حاليا التفكير في إعادة بعض المهرجانات التي لا تعاني من الديوان أو من الديون على غرار مهرجان قراءة في احتفال الذي يعرف مراحل متقدمة من التحضير. ولحد الآن فيه أكثر من 3000 مشترك استفاد من الإعانة تاع الديوان. النقطة الثانية، وأصريت أنه أيضا مواصلة تقديم هذه الإعانات مدام الجائحة مستمرة. اكتشفنا بلي الفنان الجزائري ولو أنه عنده إبداعات وعنده أعمال كثيرة لكنه ما يستفدش من حقوقه كاملة، خاصة تلك الموجودة على المنصات الرقمية اليوتيوب وغيرها. دونك العمل اليوم جاري لتحديث القانون الجزائري المتعلق بحماية حقوق المؤلف ليستفيد الفنان الجزائري من حقوقه على هذه المواقع والمنصات الإلكترونية.